ازيكم شباب سدني، عاملين ايه؟ معاكم زميلكم مصطفى ايمن، وهنراجع المحاضره الاولى فارما، اللي هي بعنوان دراج افكتنج يوترين كونتراكشن. طبعا احنا هنراجعها على السريع، هي اصلا مشروحها اصلا على السريع، ولكن يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نفتكر بس ان احنا كان عندنا دراجز بيت ستيميوليتد يوترين كونتراكشن ودراجز بيت انهيبيتد يوترين كونتراكشن، اللي هما دول. طيب مين الدراجز اللي كانت بتستيميوليت اليوترين كونتراكشن؟ واحد كان عندي الاكسيتوسين، اللي كان اصلا بيقول لي عليه ان هو طالع من البوستيرو بيتيوتري جلاند، تمام. وكان عندي الارجومترين، وكان عندي مين البروستاجلاندز. بدانا وعملنا مقارنه بين الاكسيتوسين والارجومترين. قلنا عشان ابدا الولاده ببدا بالاكسيتوسين، اللي هو بالنسبه لي فاست اكتنج وشورت ديوريشن، يعني بيبدا على طول، بيقعد حبه صغيرين، رابيد اونست، تمام، وشورت ديوريشن. على عكس الارجومترين اللي هو بيبدا متاخر ولكن بيقعد فترة كبيرة. كمان الارجومترين كنت انا بستخدمه علشان خاطر امنع البوست بارتم هيموراج، نزيف ما بعد الولادة، لان هو كان شغال على اليوتراين كونتراكشن، بيعمل فازو كونستريكشن. قلنا اول ما تشوف كلمة ارجومترين نفتكر كلمة فازو كونستريكشن وما ينتج عنها، ينتج عن الفازو كونستريكشن ان انا استخدمه في البوست بارتم هيموراج. وكمان استخدم وكمان هيعمل لي هايبر تنشن، ويصبح ان الهايبر تنشن اللي هيعمله الارجومترين من اكتر الحاجات اللي بيعملها سايد افكت بالنسبة لي، بخاف منها وما بديهاش في الايه اخر فترات زي البري اكلامسيا مثلا، بخاف على المريض منها، تمام. واتفقنا ان الاوكسيتوسين كمان هو بيعمل لي ايه، بيعمل لي فازو ديلاتيشن على عكس الارجومترين، تمام. بيقول لي الانقباضات اللي بيعملها الاوكسيتوسين هي عباره عن انقباضات طبيعيه فسيولوجيك، ولكن الارجومترين اتفقنا ان هو تيتانيك، لان هو شغال على بطريقه دايركت واندايركت على الرحم، شغال على الالفا اللي موجوده في الرحم فبيخليها تعمل كونتراكشن للفندس، وشغال على عضلات الرحم فبيخليها تعمل كونتراكشن للسيرفكس والفندس كمان. يعني الراجل ده بيعمل كونتراكشن في الفندس والسيرفكس، فالعيل مش هينفع ابدا اعمل بيه ستيميوليتد الليبر، ولكن انا هعمل بيه ايه؟ هقفل الفيزلز اللي عندي فامنع بيه البوست بارتم هيموريدج، تمام. فنرجع نبص تاني كده، هو بيتاخد كل حاجه طبعا، اوكسيتوسين، تمام، والارجومترين نفس الكلام. قال لك الاوكسيتوسين بديه بيشتغل على الفندس بس، فبالتالي لما يشتغل على الفندس بس يزقني العيل على بره، على عكس المين، على عكس الارجومترين شغال على الفندس والسيرفكس، فبقى قافل بره وقافل جوه، العيل محشور في النص، حتى ممكن العيل ساعتها يجيله ايه، تستريس. طيب اشهر حاجه واللي هتجيلي كام سي كيو في واللي تجيلي كام سي كيو في الامتحان على على الاوكسيتوسين، ان هو بيعمل هايبوتنشن، انما الارجومترين بيعمل لي هايبر تنشن. كمان من كتر ما هيعمل فازو كونستريكشن يعمل لي انجينا، تمام، ووصلني في فوميتنج. ولكن انا اللي يهمني موضوع التنشن، بالنسبه لي الاوكسيتوسين يعمل لي هايبوتنشن، انما الارجومترين يعمل لي هايبر تنشن. دخلنا اتكلمنا على البروستاجلاند زي ما انا قلت لك، حطهم في جدول. اول بروستاجلاند عندي واللي كان بعنوان بروستاجلاند اف 21، واللي كان بيشتغل على المنستريشن، واتفقت ان اي خلل فيها هيأثر لي على المنستريشن. تاني بروستاجلاند عندي واللي كان بروستاجلاند اي 2، واللي هو كمان كان اسمه حاجه اسمها دينو بروستون، واللي قال لك ساعتها ان هو ممكن يتاخد انترافاجيني كاجيل او تابلتس. واتفقنا ان بروستاجلاندين اف 2 واي 2 الاثنين مسؤولين عن عمليه لو زادوا يعملوا حاجه اسمها ديسمينوريا، واللي هو الالم اثناء عمليه المنسترويشن. انا ما عندي حاجه كمان اسمها بروستاجلاند اي 2 طالعه من نفس المكان اللي طالع منه بروستاجلاند اي 2 اللي هو اليوترس، ولو زاد البروستاجلاند الاي 2 يوصلني لعمليه المين، المينوراجيا. وعندي بروستاجلاند اي و اف بيوصلوا لي ابورشن، بيعملوا لي ابورشن في الايرلي والميدل بريجنانسي. قلنا ان وقلنا المينوراجيا او الديسمينوريا ممكن يختفوا لما اخد حبايه ايه، نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، زي مين؟ زي ميفينيماك اسيد، تمام، زي الميفينيماك اسيد، اوكي، بتشتغل لي على المينوراجيا والديسمينوريا. كمان كلمني عن بعض الحاجات اللي الاعدادات او البريكوشنز اللي بستخدمها وانا بستخدم بروستاجلاندين بيها، زي الكاربو بروست، واللي بستخدمها كانتراماسكولار، وبستخدمها كمان لو الارجومتري مش شغال معايا. كمان عندي حاجه اسمها جيمي وميزو اللي كانوا بيتاخدوا انترا فاجينالي في حالات اللي انا عايز اعمل ثيرابيوتيك ابورشن، تمام. جيمي وميزو فاكرين لما كان اي 1، مش عايزين نقول الاشياء تاني. الانونتد افكتيف بالنسبه لي يعمل لي بين زائد نفدا، يعمل لي بين ومعاها نفدا، تمام. يبقى احنا كده خلصنا مين؟ خلصنا الدراجز اللي
بتعمل لي ستيميليشن لليوترين كونتراكشن. نحفظ لكل، بص عود نفسك ما تكون داخل الامتحان كده، حاول تخش مثلا بمعلومة كلمات افتتاحيه سهل لك الدنيا. يعني الاوكسيتوسين بالنسبه لي هو بيعمل ايه؟ اندكشن للليفر، تمام، وشغال على الفندس. فازو دايلاتيشن يعمل لي هايبوتنشن. ارجومترين شغال على الفندس والسيرفكس، ماشي، بس تكون في البوست بارتم هيمرج عن طريق الطريقه اللي انا قلت عليها. والهايبرتنشن. البروستاجلاندين بالنسبه لي اتكلمنا عن انواعهم زمان ما مارسوش الدراسه دي، عرفنا ان احنا عندنا اتنين زي بعض في الاكشن، يعملوا لي نصبتين زي بعض، بروستاجلاندين اف 2 واي 2، يعملوا لي ديسمنوريه. عارف انت اللي هو ايه؟ ما اكون شخص موجوع من كتر الوجع اللي جواه، فده تمام ديسمنوريه، الم اثناء المنستريشن. انما البروستاجلاندين اي 2 لما تعورها تقول اي، فانت كده ايه؟ منورجيا، ولا بلاش القلشه دي. اوكي، نخش على الدراجز اللي بتنهبت اليوتراين كونتراكشن. تمام، عندي نوعين من الدراجز اللي بتنهبت تراين كونتراكشن، سيلكتيف بيتا 2 ادرينال ريسبتور اجونست، زي مين؟ ريتوس، ريتا السلبوتا، فاكر ريتا السلبوتا؟ ماشي. طب انا هستخدم الانهيبت ده ليه؟ لو يكون عندي شخص بيحصل لها بريماتيور ليبر، فانا عايز امنعها سواء من الاسبوع ال 22 33، اكثر حضرات بيحصل فيها بريماتيور ليبر، او حتى مثلا عايز اخر الليبر شويه، مثلا لو حد مثلا في مطار او في كلام زي كده، فبديها الايه ريتا او السلبوتا دي في خلال 8 عشان اخر الرويده 48 ساعه. احيانا ممكن اديها مع جلوكوكورتيكويد عشان اعمل ماتيوريشن للانجز بتاع الطفل ده، في عشان ما يحصلوش ايه بقلل الاختناق اثناء اخر اسابيع الحمل. طيب عندك حاجه اسمها دوسبان داون، واللي كان بيعمل لي ايه؟ بيمثل لي بديل للبيتا 2 ادرينو ريسبتور اجونست، تمام، وبدي انترافينوس اول بولس الاول، وبعدين بدي بعدين انترافينوس انفيوجن. طب ولكن ما بيقعدش الاكتر ايه من 48 ساعه، مش اكتر من 48 ساعه، يعني ما بدي انفيوجن ولكن يعني ادي البولس، ماشي، ولكن ما اقعدش اكتر من 48 ساعه، اروح مدي الانفيوجن. الانفيوجن لازم ما يعديش 48 ساعه. طيب هستخدمه ليه؟ برضو عشان خاطر امنع البري تيرم ماتيور، تمام. بس كده يبقى احنا كده خلاص عرفنا الادويه اللي بتعمل استيميشن عندي، والادويه اللي بتعمل لي ايه؟ الادويه اللي هتعمل لي انهبيت لي اليوتراين كونتراكشن. اوكي، خليك فاكر بس ان انا بستخدم الاستيميشن عشان خاطر اعمل اعجل بالولاده، الولاده اتاخرت عندي، والانيبيشن عشان خاطر امنع الولاده. وافتكر مين البروستاجلاندر اللي بيعمل لي ديسمنوريه، افتكر مين البروستاجلاندر اللي بيعمل لي منوريه، مين البروستاجلاندر اللي طالعين من اليوترس، عشان احل المشكله دي بعمل ايه؟ افتكر مين البروستاجلاندر ها اللي بيعمل لي ثيرابيوتيك ابورشن. دي اسئله الامتحان، الورقه دي كلها مش هيخرج عنها اسئله الامتحان، تمام. وافتكر ما ريتا السلبوتا بتاخر لي الولاده هي والاتوزبان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والتوفيق يا شباب، ربنا يوفقكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله.